لا تقارن بين ما تحب وبين عملك. يا هناوي يا سعد اللي حول هوايته إلى مصدر للدخل والبزنس بالنسبة له. حقيقة أنا عمري ما فكرت في الموضوع بالطريقة دي، أنا أمارس ما أعشق، وبالتالي من مفرق إنه هل هذا عمل أم هذا عشق؟ فلما بتعمل الاثنين مع بعض بتشعر بمتعة وبلذة غير عادية. قضية أخرى كمان، موهبة بدون عاطفة قدرة بدون إمكانية، عاطفة بدون موهبة هي عاطفة بدون قدرة، ولكن موهبة معها عواطف ومشاعر هي موهبة مع قدرة للوصول بإذن الله للأحلام وما تريد.